خلينا نطلع نشوف تقرير عن آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل الأستاذ أيمن جيلبرتو والأستاذ صبري سراج في ضيافة البيت الكبير. اختتم المارد الأحمر تحضيراته للقاء الداخلية يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 29. الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر طالب لاعبيه بصب التركيز على مواجهة الغد لحصد نقاطها الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات والوصول لقمة الترتيب. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا، والذي حصل على لقبه الأول فريق سان داونز على حساب الوداد المغربي. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري السوبر الإفريقي عبر صفحاته الرسمية بيانا مقتضبا جاء فيه: نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إجراءات قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2025 التي تستضيفها المغرب ظهر يوم غد الخميس بمشاركة 48 دولة. وأعلن كاف أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبا تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتضم قرعة التصفيات 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم دعمه لحق منتخب فلسطين الشقيقة في اللعب على أرضه وبين جماهيره في تصفيات كأس العالم 2026 وتسخير كافة الجهود الممكنة لضمان ذلك. ويتنافس منتخبا الأردن وفلسطين في مجموعة واحدة بالدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بجانب العراق وعمان والكويت وكوريا الجنوبية. أنهت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقها مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي السابق لتولي القيادة الفنية لفريقها الكروي بدءا من الموسم الجديد، خلفا للمدير الفني السابق مارسيلو جاياردو. وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات إن اتحاد جدة توصل لاتفاق مع ستيفانو بيولي لتدريب الفريق لمدة 3 سنوات، ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن نادي ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي رسميا رحيل مدربه رولاني موكوينا بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بفسخ التعاقد بشكل مدي بين الطرفين. وسيرحل موكوينا عن تدريب سان داونز بعد موسم واحد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب أفريقي. وتمنى النادي عبر بيانه التوفيق لرولاني موكوينا بعد فترة من النجاحات. تصدر جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا بعدما أحرز 3 أهداف مع ختام منافسات دور 16. ونجح موسيالا في تسجيل 3 أهداف بالتساوي مع كودي جاكبو نجم منتخب هولندا، وميكو تاتزي لاعب جورجيا، وإيفان سكرانز نجم سلوفاكيا. ويتطلع موسيالا وجاكبو إلى تعزيز مشوارهما التهديفي بالبطولة بعدما تأهلت منتخباتهما إلى الدور التالي من البطولة. دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان سباق التعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول ومانشستر يونايتد دخلا سباق التعاقد مع كيميتش الذي يعتبر أحد أهداف برشلونة الإسباني في ظل انتهاء تعاقد لاعب الوسط مع ناديه في الصيف المقبل، ووسط رغبة من فريقه في بيعه لتحقيق استفادة مادية بدلا من رحيله مجانا نهاية الموسم المقبل. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني توصله لاتفاق مع فولهام الإنجليزي بشأن ضم اللاعب البرتغالي بالينيا. كان فولهام قد رفض عرضا من بايرن ميونخ بشأن بالينيا مقابل 40 مليون جنيه استرليني، إلا أن الأخير رفع قيمة العرض لتصل إلى 47 مليون و400 ألف جنيه استرليني لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات فولهام، حيث لم يسبق للنادي الإنجليزي أن باع لاعبا بهذا المبلغ من قبل. أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده مع اللاعب إسماعيل كوني قادما من واتفورد الإنجليزي بعقد طويل الأجل في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 12 مليون يورو في أولى صفقات الفريق بعد التعاقد مع المدرب روبرتو ديزيربي.